مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم عن أنواع التربة المستخدمة في نباتات الزينة. هنتكلم عن 4 أنواع. هنتكلم عن أول حاجة عن البيتموس، هنتكلم تاني حاجة عن الفيرموكلايت، تالت حاجة هنتكلم عن البيرلايت، رابع حاجة هنتكلم عن الكومبوست. طبعا أشهر حاجة في الأربعة دول اللي هي البيتموس. البيتموس ده فيه نوعين، فيه نوع بيبقى جاي من نواتج ألياف جوز الهند، وده بيجي من الهند أو من سريلانكا. ده بيبقى جاي فيه قوالب، بتبقى جاية مضغوطة. القوالب دي حاجة من الاتنين، يا بتيجي قالب 5 كيلو يا بيجي قالب 650 جرام. القالب ده احنا بتحط عليه مية بيتضاعف إلى 3 أضعاف حجمه. يعني القالب 5 كيلو بيديني اولموست 15 كيلو. شكله ايه؟ شكله بعد ما بنفكه بيبقى بالشكل ده كده اهو. هو مادة سهلة جدا، مفيهاش أي مشكلة. مشكلتها إن لازم البيتموس يتحط معاه، يتخلط بحاجة عشان يمسك. لوحده ما بيبقى هش جدا بالنسبة للزرع. تاني حاجة البرلايت. البرلايت ده حجر بركاني لونه أبيض. احنا لو هنشوفه هتاخد بالك ان هو حاجة زي الجير كده، بس هو شكله حبيبي. ده فيه ميزات كتيرة قوي. اول حاجة بيحافظ على الرطوبة جدا، بيمسك مياه في الزرع، بيجعل الوسط متجانس مع البيتموس، فبيبقاش سهل الصرف، او بيخلي الدنيا يعني خلي التربه محكومه، ما تبقاش بتصرف ميه بسرعه، لان البيتموس لوحده يصرف ميه بسرعه. ده بيمسك الميه. اخوه او ابن عمه ممكن نقول اللي هو الفيرموكلايت. الفيرموكلايت معدن صلب برضو زي ما انتم شايفين. ده شكله، ده فيه ميزات كتيره قوي. هو اولا خشن شويه، ده بيمسك الجذور كويس قوي قوي قوي، يعني يتحط مع البيتموس بيمسك الجذور. نسبة احتفاظه بالمية 4 أضعاف البرلايت، فمهم جدا انه بيتحط على البيتموس. يعني انا بنصح بيه جدا، وعن تجارب شخصية كتيرة قوي نسبة احتفاظه بالمية اعلى من البرلايت. بس طبعا لو زرع ما بيحبش الماء كتير، حاجه مثلا زي الصبارات او الكلام ده، لا، ما يعني انا استبعد ان احنا نحط فيه الفيرموكلايت، لا، ممكن نحط بيتموس. اخر حاجه الكومبوست. الكومبوست عشان نبقى بس على يعني كل فاهم، كومبوست سماد عضوي. محدش يقول لي دي بيئه ازرع فيها، لا، هي احنا بنحطها نسبه عشان تديني المادة العضوية في التربة. المادة العضوية دي اللي هي بتسهل للنبات انه يمتص العناصر من التربة او من اي اسمدة مضافة اليه، فيقدر يعني يقدر يستفيد بيها كويس جدا. الكومبوست فيه اصل نباتي واصل حيواني، مخلفات الحيوانات والمخلفات النباتية. شكله إلى حد ما مقارب للطمية، إن كان هو مش طمية قوي، وليه ريحة نفاذة، يعني ريحته بيبقى باينة قوي. يعني إيه ريحة؟ يعني مش ريحة قوية جدا، بس لو قربت قوي هتشم ريحة المخلفات فيه. هو عامة الأصول ملوش ريحة. طبعا لو قربنا قوي هنشم الريحة، بس أنت النهاردة لو هتيجي تشتريه معلش وانت واقف شميت الريحه، لا، الكومبوست ده احنا بنقول عليه ني، يعني ما استواش. اللي استوى كويس قوي مبقاش ليه ريحه وبيبقى نظيف، واحطه على الارض او احطه على الزرع ما يطلعليش اي حشائش. لو استخدمت كومبوست ولقيت حشائش بدات تطلع عندك في الزرع، يبقى الكومبوست ده مش نظيف. دول كده ايجازا اهم 4 انواع بنستخدمه. طب انا هستخدمهم ازاي يا عم طارق؟ لا، النهارده انت هتستخدم ازاي هقول لك انا. البرلايت بينصح بيه انه يتخلط مع البيتموس للنباتات الداخليه.
اي حاجه جوه البيت بنحط معاها البرلايت. النباتات الخارجيه طب معرضه للشمس والكلام ده فنسبه الجفاف بتبقى اعلى، لا انا احط الفيرموكلايت، احط البيتموس مع الفيرموكلايت مع الكومبوست. النبات الداخلي ما يستحملش الكومبوست، لا احنا بنحط له البيتموس مع البرلايت، دي بتبقى تربه خفيفه بالنسبه له ومشجعه لنمو النباتات بتاعته، لان النباتات اغلبتها الداخليه بتبقى نباتات استوائيه، ما بتبقاش محتاجه تربه تقيله. طبعا اهم حاجه لا انصح نهائي حد يقول لي انا هجيب الطميه احط عليها بيتموس، ما بتمشيش، هتعجن والدنيا هتبوظ منك خالص. عايز تخلط اخلط بيتموس على فيرموكلايت على كومبوست، مفيش مشكله، بيتموس على فيرموكلايت على كومبوست على بيرلايت، ما عنديش اي مشكله. الاربعه دول ممكن الثلاثه او الاربع حاجات دي النهارده تخلطها، عايز تخلطها ممكن تخلطها على رمل نسبه 1:1، هي دي الخلطات اللي معروفه وهي دي اللي احنا شغالين عليها كلنا. والسوق الزراعي ممكن بقى اضيف مبيد اعفان للجذور، حاجه حشريه بتاع، بس باودر ما بيحطش حاجه سايله على ده. كل ده ليه؟ حمايه النبات. ان كنت انا برضو ما بفضلش حته ان انا احط مبيد على التربه، انت لو جايب التربه دي من مصدر موثوق بيه جدا مش هتحتاج لاي حاجه. شكرا، السلام عليكم.